وصلت المعازيم للعرس شهدوا بمزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع زياد أبو الشعر اللي نشر ستوريات كشف أنه هو عم يجهز لمفاجآت كتيرة، وكمان صرح زياد أنه هو رايح للمطار ليجيب عيلته. وتوقع الجمهور أنه عيلة زياد أبو الشعر وصلت لدبي لحضور عرس الشعار وسنو، والبعض الآخر بيتوقع أنه سبب حضور عيلة أبو الشعر هي خطوبة أسامة مروة. فشو توقعاتكم يخصوص هذا الخبر؟ نفس الوقت عم نجهز كم شغلة واشتقنا لكم وجايين أهلي من السفر هلا على المطار لحتى اجيبهم. وفي فيديو يوتيوب يوم السبت وفي فيديو يوتيوب يوم السبت اللي بعده. مبدئيا خلينا نتفق انه كل سبت نرجع الفيديوهات، هو هذا الشيء اللي حيصير يعني ان شاء الله. رح ننهي فقط اخبار بستوريات لنورين محمد. ايش جبتها 4 مرات؟ ايش غربتكم يا حرام؟ شو الغش هذا؟ ليش معنا يعني؟ انا بالبطة السوداء يعني؟ شو شاطر نعمل؟ انا دخلت كبيرة وانا دخلت جيبوا المدير حالا. فتنا طلع جاكوزي.